السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده يا حبايبي جايه معاكم احق قصه جديده وقصه جميله، ويا رب تنال اعجابكم. بس قبل ما اقول القصه احب اقول لكم وحشتوني. قصه بقى الحنطه والمراه الجميله. قصه بقى الحنطه والمراه الجميله قصه رائعه، نتعلم منها إنها كما تدين تدان، وأن الدنيا دوارة، ولا تظن أن أهل بيتك بعيدين عن الأذى الذي تؤذيه لأعراض الناس. تعال نتعرف على تفاصيل القصة دقة بدقة، ولو زدت لزاد الصقة. كان رجل بائع الحنطة، فجاءته امرأة جميلة فسألته: هل عندك حنطة؟ قال لها: نعم. ونظر إليها نظرة إعجاب، وأمسك إيدها وقال لها: عندي حنطة في داخل أحسن. فتركت المرأة ومشت. فلما رجع إلى بيته وجد زوجته حزينة، فسألها: ما الذي يحزنك؟ قالت: أن الصقة الذي يأتي بالماء كان يوما يضع قربته في الأناء ويسر دون أن يراني أو أراه، واليوم جاء الصقة وكنت خلف الباب، وبينما هو يضع قربتي أمسك بإيدي أول مرة يفعلها. فقال الرجل: سبحان الله، دقة بدقة، ولو زدت لزاد الصقة. العبرة من القصة كلام موجه للذي له أخت يعتدي على أخوات الآخرين، إلى الذي له زوجة ويطمع في زوجات الآخرين. لا تنسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. فكن كما شئت فكما تدين تدان. صدق رسول الله. القصة دي جميلة وتعلمنا ان الشباب اللي بتعاكس في الشارع وماشي ما بتتقيش الله في بنات الناس. انا بشوف حاجات غريبة جدا في الشارع عندنا، وكان عامة يعني في أي مكان في شباب، وشباب يعني في ناس كده سبحان الله هي قاعدة بس تأذي بنات الناس، قاعدين بس يبصوا على أعراض المسلمين وعايزين يأكلوا بنات المسلمين، وفاكرين إن ده حاجة عادية. يا شباب المسلمين اتقوا الله، لا يجوز اللي انتوا بتعملوه. يا رب يا رب كل واحد فينا يحافظ على بنات الناس زي ما بيحافظ على اخواته بالظبط، ونتقي الله ونقول: اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ايها الشباب. والسلام عليكم، ويا رب قصتي تنال اعجابكم وتكون الجدة روزي خفيفة على قلبكم. والسلام عليكم.